بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم الشغل الواي بيريح، الشغل الواي بيمشي مع اتجاه المية. طبعا الشغل هنا بتاعنا الشريف كله، بنشترك برضه في نشترك بنشتغل برضه في شركة تاني برضه نظيفة، برضه في شركة راك ألمانية برضه كويسة. بالنسبة للجفزان هنا دي بيتنا فوق في السقف، خارمين لها السقف 32 سنتي، واخدة وردة واخدة صامولة، يعني شغل تعلق عجل عليها. الشغل الواي يريح، يعني شايف الشغل الواي يريح، والمية بتمشي اتجاه المية اللي رايحة الغرفة بره. طيب شايف الطوبة التسليك قد ايه؟ لازم الطوبة التسليك دي اللي بتريح. شايف حتى اللي نازل من فوق واي، اللي نازل من فوق واي. هنا السباكة دي، في سباكة تبع الدور الأرض المحل، وفي سباكة عامة فوق، وفي جلب التمدد عشان لو في تريحات ولا أي حاجة. تمام، دي الدكانة، دي خط المطابخ. تمام، 4 بوصة على 3 البيبة جوه على 2، وجلب التمدد برضه. شوف الواي شغله، الواي المية تنزل تمشي مع اتجاه المية. طب بالتسليك تمام، في كل حتة معمولة. ده هنا عشان دورين، دور الدكانة ودور المية، وعملناه كله جفزان. تمام، واخدين هوايات فوق برضه عشان مفيش حاجة جوه الخط. تمام، دي البطارية بتاعتنا احنا، البطارية بتاعتنا على قد العدد اللي هتمشي في المية، والباقي مطببينه مجهزينه على 10، يعني العمارة معمولة على 10 أدوار. محبس برد الشريف 2 بوصة، الشغل كله بلاستيك. تمام، وعامل لكم فيديو برد بالشغل جوه الشقة نفسه، ليه؟ عشان الشغل الواي ده جميل، الشغل الواي جميل جدا في الشغل، بيحسسك ان انت يعني المية ماشية اتجاه اللي رايحة فيه، مفيش حاجة. بص حتى في التسليك. يلا، السلام عليكم.